تواصل مصر جهودها الحثيثه لوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه من خلال الوساطه بين الفصائل الفلسطينيه واسرائيل. وبالتوازي مع هذه الجهود تشدد مصر على رفضها لكل محاولات تصفيه القضيه الفلسطينيه عن طريق مخططات تهجير الفلسطينيين التي يدعو لها مسؤولون اسرائيليون. موقف مصري راسخ في الدفاع المستمر والابدي عن القضايا العربيه وفي مقدماتها القضيه الفلسطينيه التي تعتبرها القاهره القضيه المركزيه في منطقه الشرق الاوسط موقف القاهرة الثابت برفض العدوان الإسرائيلي على غزة يستهدف إيقاف هذا العدوان والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل ومن ثم التأسيس لمرحلة جديدة تفضي لحل نهائي عادل يحفظ حقوق الأشقاء الفلسطينيين في دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية الامتداد الطبيعي للموقف المصري يستلزم تجديد تأكيد على ثوابت تجاه القضية الفلسطينية التي بذلت مصر في سبيلها كل غال ونفيس ليكون جزء من الدفاع عن هذه القضية العادلة هو نفي القاهرة القاطع لما تداولته بعض وسائل الاعلام الدولية بشان الاعداد لتشييد وحدات لايواء الفلسطينيين في المنطقة المحاذية للحدود مع قطاع غزة وذلك في حالة تهجيرهم قسريا بفعل العدوان الاسرائيلي مصر شددت على ان موقفها الحاسم بالرفض التام لاي تهجير للفلسطينيين من قطاع غزه الى خارجه لا رجعه فيه، لما في ذلك من تصفيه مؤكده للقضيه الفلسطينيه، لافتة الى ان التهديد المباشر للسياده والامن القومي المصري خط احمر وان القاهره لديها من الوسائل ما يمكنها من التعامل معه بصوره فوريه وفعاله. مصر التي تمتلك من الحكمه ما يكفي ازاء مواقفها السياسيه اكدت انها لا تتخذ على اراضيها أي اجراءات او تحركات تتعارض مع موقفها المعلن، كما انها لا تعطي انطباعا يروج له البعض زورا بانها تشارك في جريمه التهجير التي تدعو اليها بعض الاطراف الاسرائيليه. وفي وقت يعلم فيه القاصي والداني ان تهجير الفلسطينيين من قطاع غزه جريمه حرب فادحه يدينها القانون الدولي الانساني في هذا الوقت ذاته تشدد مصر على انها لا يمكن ان تكون طرفا في ذلك ليس ذلك فحسب بل انها ستتخذ كل ما يلزم من اجل وقف جريمه الحرب هذه ومنع من يسعون الى ارتكابها مهما بلغت